عبر كافة الشروط والقواعد التي وضعتها الإدارة العامة لرعاية الشباب إدارة النشاط الاجتماعي، فقد قررت اللجنة المشكلة برئاسة الأستاذ الدكتور توفيق حمزة رائد الاتحاد والأستاذ الدكتور عبد الحميد حسني رائد اللجنة الاجتماعية وبعد اعتماد النتيجة من السيد الأستاذ الدكتور عميد كلية التجارة فقد تم اختيار الطالبة هدى عبد الجواد مصباح بالسنة النهائية بالكلية ومنحها لقب الطالبة المثالية لهذا العام. أظن المركب الفرعوني دي تفكرك بأن المرأة المصرية كانت أول امرأة عاملة في تاريخ البشرية. كل واحدة وليها ظروفها. مشاركة المرأة في العمل كان ركن أساسي في بناء الحضارة. أنا مش معترض على عملك لأني راجع ومتخلف، لكن السكنة محتاج لوجودك في البيت. اسمع يا دكتور عصام، أولا أنا مش دكتور، أنا ماجستير لسه. وليه تحرمني أخذ ماجستير زيك؟
هنا بقى نتفق، قدمي لي الماجستير واتفرغي له وانت في البيت، اكون انا اخدت الدكتوراه. افرض انهم اختاروني معيد. الدفعه دي هياخدوا منها معيد واحد بس، وده جاب امتياز وانت جايبه جيد جدا. طبعا ما هو ده لمصلحتك. لمصلحتنا احنا الاثنين. أجمل لما يتأملها اتنين. وأي اتنين؟ صباح الخير. صباح النور. الحياة معاك حلوة بشكل. امسك الخشب وبلاش قر. كان نفسي نقضي شهر العسل في رحلة حول العالم. العين بصيرة. ومالها الإسماعيلية؟ هو في أجمل من كده؟ كفاية إننا بنطل على القناة اللي بتربط العالم كله ببعض. ومادام مع بعض يبقى العالم كله بين ايدينا. غمض عينيك واطلب كده، هتلاقي نفسك معايا في اي بلد تعجبك. بيتهيألي يا عصام ان احنا صرفنا اكتر من الميزانية المقررة. يا ستي نبقى نرشد المصاريف الاستهلاكية بعد ما نرجع. ما نستغنى عن الشقة المفروشة وننزل عند ماما. ما فيش داعي نقلق راحتهم، ان شاء الله هنستلم شقتنا الجديدة بعد 6 أشهر بالكتير. 6 أشهر مدة قصيرة، وماما هتكون سعيدة جدا بيها، واحنا أولى بالإيجار الكبير اللي هندفعه. الحمد لله ربنا فرجها وهشتغل بعد الظهر، وهو عمل ودراسة. يو بقى الوقت راح عليا. ايه وقتي؟ الحمام مشغول بقاله ساعة. ولا حرام عليك، الأستاذ عصام لسه داخل. طب أعمل إيه دلوقتي؟ استنى لما يطلع. أنا عارف هيطلع إمتى. حسب ظروفه بقى. يا سلام. وطي صوتك يا ولد. ما كانش بيقدر يرفعه ايام المرحوم بابا. طبعا مش بابا. الله يرحمه لما توفى ساب فراغ كبير، مش كده؟ صحيح. اهو الاستاذ عصام ملى الفراغ ده. يعني نقول له يا بابا؟ لا، نتعامل معاه باعتباره اكبر واحد في العيله. عندك حق، مش جوز اختنا الكبيره. الحمام فاضي يا وجدي، اتفضل. على مال حضرتك يا بابا، قصدي وحشتني قوي كلمة بابا. كده بقى لو اتاخرت زياده شويه سيب الاكل على السفره وخش ارتاح انت. تفتكر هيجي لي نوم؟ ما انا بعد ما اتعشى بقى صحيك. طب يلا العشاء. وحشتيني.
انت اكتر. اتغديت ايه النهارده؟ سندوتشات زي العاده. الكلام ده ما ينفعش يا ستي. هانت، تفتكر بعد ما تاخد الدكتوراه هتستغنى عن الشغل بعد الظهر؟ الله، الاكل حلو جدا. تسلم ايديك عصام، ما تهربش من السؤال. لا ده انا بس بقول يعني. انا ما اقدرش اشوفك بالارهاق ده واقعد ساكته. ايه، تاخد الدكتوراه ده ليه؟ لا اشتغل بدالك. تشتغلي بعد الظهر؟ لا اشتغل الصبح وبعد الظهر للدراسه والبيت. احنا مش اتفقنا؟ احنا دايما متفقين يا عصام، لكن الوضع ده ما فيهوش عداله. انا ما اقعدش ساكته ابدا واسيبك تقاوح لوحدك. انا كل اللي يهمني ان اريحك واسعدك. سعادتي كلها في اني اشاركك وما افضلش رامي الحمل كله عليك. بحبك عصام، اديني فرصه اعبر بيها عن حبي ليك. ما تفرضش عليا السلبيه والاستكانه. الحب ايجابيه بين طرفين، الحب اخت وعطا. عصام. نعم. من بكره انا هدور على شغل وانت تسيب الشغله دي. بكره بكره؟ بكره بكره. طب مش لما تلاقي شغل الاول؟ عصام حسني يا فندم. أنا متشكرة قوي يا فندم. على إيه بقى؟ على كل حاجة. أنا عملت إيه بس؟ وقوفك ويايا في كل خطوة، والأمر بمصاريف الجنازة والعزاء، وتوصياتك الكريمة في كل الإجراءات. يا ستي العفو، هي دي فلوس؟ الحمد لله على كل حال. هدى. فجأة يا فندم. فجأة. وبعدين بقى؟
فين الطالبة المثالية اللي اشتهرت بروحها المعنوية العالية في كل مناسبة؟ الله 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 الله، انت هتفقد الإيمان كمان. أنا لو أعرف كده ما كنتش وافقت على اختيارك مثالية. أنا بعمل المستحيل لكن ما لكنش. انت لازم تفضلي طول عمرك هدى اللي تظهر مثاليتها فعلا في أشد الأزمات. أنا طبعا حمد ربنا ومؤمنة بحكمته، بس كل ما افتكر اني أنا السبب واني المسؤول عن اللي حصل له. استغفر الله العظيم، معقول الكلام ده؟ قعدت في البيت وهو رايح جاي ليل ونهار بيشتغل عشان ما يشعرنيش ان في حاجة ناقصاني، لغاية ما عمتي بنهايته ونهايتي معاه. لا بقى، انت بتتكلمي وبتردي على نفسك. هدى يا بنتي، الحياة ما بتنتهيش بنهاية انسان، ومش انت اللي هفهمك. ربنا يرحمه ويرحمه. اهو كده الكلام. وعموما انا مقدر مشاعرك، لكن ده قضاء الله، ولازم الايمان يكون دافع لنا على مواجهة الايام. انا الاوان دلوقتي عشان تكملي دراسة الماجستير. وتفتكر حضرتك قصدك المصاريف يعني؟ انا عارف ان ظروفك طبعا لا تسمح، لكن لازم نفكر سوا بحيث تكملي دراساتك وما توقفش الاحداث قدام حياتك ومستقبلك. ربنا يسهل. انا اتصلت ببعض الشركات وعندي وعد انها هتشتغلي في اقرب فرصه. اشكرك يا فندم. وبالمناسبه يا هدى، قبل ما تروحي فوتي على الدكتور هاني، في مبلغ بسيط كده قرروه في لجنه النشاط. ايوه. تسمحي لي اذاكر عندك؟ قوي قوي. اهلا يا حبيبي، في حاجه تحب اشرحها لك؟ لا مفيش، انا فاهم كل حاجه ما عدا حاجه واحده بس. اسال وانا اشرح لك. هما الناس بيلبسوا اسود ليه؟ تعبير عن الحزن. انا بشوف في المجلات والافلام ناس بتلبس اسود في الحفلات والافراح، يبقى تعبير عن الحزن برضو؟ الحقيقه مش عارفه. اللون الاسود مش لايق عليكي. البواب الداري ده، ده مسجل؟ اه. وانت مضيت عني؟ لا. امال سلمته ازاي؟ بقولك على موضوع البواب، المفروض موزع البريد ما يسلموش الا لما امضي. مفروض بقى. نعم يا استاذ خطاب. الموظفه الجديده موجوده بره في السكرتاريه منتظره تقابل سيادتك. هي اسمها ايه؟ هدى عبد الجواد مصباح. اه، مش هي دي اللي رشحها عميد التجاره؟ ايوه يا فندم. خلي الانسه تتفضل. حاضر يا فندم. مبروك يا انسه هدى، ان شاء الله تكوني عند حسن ظن الشركه. انا سمعت عنك كلام كويس قوي. استاذ خطاب سلمها العمل. انت دلوقتي هتقابل الاستاذ عزيز وكيل شؤون العاملين، هيسلمك الشغل ويشرح لك كل حاجه. الموظفة الجديدة هدى عبد الجواد مصباح. اهلا وسهلا. اتفضل سيادتك اشرب حاجة. مش وقته. مبروك. اتفضل. اتفضلي. احنا هنا كلنا أسرة واحدة.
وهتلاقي زميلات وزملاء طيبين. عايزينك بقى تشد حيلك، ترقيات والعلاوات مرهونه بالعمل. طبيعي. انا شايف من الاوراق انك خريجه اداره اعمال، وانك طالبه مثاليه، وليكي دور كبير في النشاط الاجتماعي والرياضي في الجامعه. يعني الطموح ده شيء عظيم. ربنا يسهل. الظروف دي كلها مجتمعة تخليني اختار لك العلاقات العامة لاعتقادي انك هتسلكي فيها، وفي نفس الوقت تمكنك من الدراسة. ايه رأيك؟ ما عنديش مانع. ادخل. صباح الخير. اهلا مدام يسرية. ده خير كويس. مدام يسرية النائبة بتاعتي في العلاقات العامة اللي انا مسؤول عن ادارتها، علاوة على عملي بشؤون العاملين. اهلا وسهلا. هدى عبد الجواد زميلتنا الجديدة في العلاقات العامة. هدى لسه ما تعرفش حاجة عن الشركة، أنا عايزك تاخديها بقى وتعرفيها بالزملاء وتوريها نوع العمل. ساعديها لأن متوقع لها نتيجة طيبة. اتفضلي معايا. ماما، محمود وقتي، أنتوا فين؟ فين ده كله؟ هنا كله. أول مرتب في حياتي. كل ده ليا؟ آه يا طماع. يا خبر يا هدى، شايلة كل ده على قلبك يا بنتي؟ على قلبي زي السكر. بالراحة يا ولاد أختكم، باين صرفت مهيتها كلها. لا مش كلها يا ماما، الباقي أهو. 6 جنيهات و650 مليم فقط لا غير. ربنا يا بنتي يوسعها عليكي كمان وكمان. كل ده برنامج بتاع 3 شهور؟ حقيقة هي فاهمة شغلها كويس. بس تفتكري ميزانية الإدارة هتغطي نشاط السنة كلها بالطريقة دي؟ حسبتها قدامي بالمليم تكفي. دي باين عليها الهلوبه وجريئه، ما يهمهاش حاجه. ما فاتش عليها كام شهر وتعرفت على الشركه كلها. دي صفات مفيده. ما اقدرش احكم، الصنف ده مش سهل التعامل معاه. واحوالها التانية؟ فهمت منها ان ليها ام واخين وحالتهم الماليه على قدهم. اهي دي ميزه تانية. حقيقه مش عارفه. اتصرفي معاها بذكاء وحرص. انا حبيت اعرف راي الشؤون القانونيه في برنامج النشاط. الحقيقه بقى لاول مره في الشركه بنشوف برنامج زي ده. الشؤون القانونيه بتحيي العلاقات العامه. اتفضلي. اشربي ايه؟ ده انا شربت يجي 15 حاجه وانا بعمل استفتاء في الشركه. لا، المشروبات بتاعت الشؤون القانونيه هي فاصله. اه لكن اجراءاتها كتير. فعلا عندك حق. اتفضل. اهلا. اهلا يا باشمهندس. اهلا وسهلا. المهندس سمير الشافعي بشركه المباني الاستثماريه وصديقه اللدود. اهلا وسهلا. الزميله هدى، العلاقات العامه. تشرفنا يا فندم. طيب بس استاذن انا عشان ابتدي الاجراءات التنفيذيه للبرنامج. مع السلامه. ايه دي؟ موظفه جديده؟ اه. بقالها كام شهر عندنا انما ممتازه في كل حاجه. شوف البرنامج وريني كده، يمكن نعمل زيه عندنا في الشركه، او جايز اطلع معاكم. المهم اشوف المسائل بتترتب ازاي. خط السير بتاعكم هيكون كالاتي: الشركه المتحده للبترول علشان تتفقوا على مواعيد العروض السينمائيه في القاعه بتاعتهم، وبعدين شركه السياحه علشان عربيات الرحلات، وبعدين المسرح عشان تشتروا حفله للعاملين. كل ده هنلحق نعمله النهارده؟ ما احنا هناخد عربيه من الشركه. الجراج ما فيهوش عربيات النهارده، خدوا تاكسيات. احسن. بالعكس مش احسن ابدا. اه اللي نقدر نعمله النهارده نعمله، والباقي نبقى نكمله بكره. ده اسمه تضييع وقت ومصاريف زياده من غير مناسبه. خلاص يا هدى بقى ما دام الامكانيات كده. اللي تشوفوه. يلا يا هدى. ناخد تاكسي بقى. تاكسي على ايه؟ الشركه قريبه هنا. شركه ايه؟ في شركه تانية في جاردن سيتي اسعارها احسن. الشركه الاهليه اسعارها ثابته وسياراتها مريحه. تعالي بس تعالي، انت اصلك ما تعرفيش حاجه. Thank you.
الشيك بكره يا عم سعيد. تحت امرك يا علوية. بس العربيات توصل في الميعاد. يا فندم احنا موعدنا بريفكس. البنت دي غريبة قوي، مش عايزة تفهم حاجة ابدا. انت عايزة الخطة تنجح من اول مرة. مظهرها غير حقيقتها، تصرفاتها جريئة ومتحررة وفي نفس الوقت جادة قوي. انا مش عارفة عبيطة دي ولا بتستعبط، دي علوية ما هياش عارفة تروح ولا تيجي معاها. علوية لسه عضمها طري، دي هي نفسها تعبت معاها لحد ما ابتدت تفهم. انا بقول ننقلها الحسابات ونخلص. ودي تيجي ازاي بقى؟ ده احنا كتبنا لها تقرير ممتاز عندنا. نجيب انت وراها يا فندم؟ اما يجوا الباقي. انت شايف ايه؟ نصبر عليها شوية، الواضح انها في منتهى الذكاء، واللي زي دي عايزة تكسب وقت. وان ما نفعتش؟ نبقى ننقلها. بعد ما تكون كشفت كل اسرارنا؟ ومين اللي هيصدقها؟ انتوا اتأخرتوا كده ليه؟ اصل الست هنا ما كانتش عايزه تيجي. طبعا خايفه تقابلني عشان استمارات عمليه الصحي الاخرانيه. اصلك زودتها قوي يا سعاد في المستخلصات الاخرانيه، ده انت عارف ان المدير الحسابات عينيه مفتحه قوي. ترى يا نادر ما هي زي كل مره. ما هو مش كل مره تسلم الجره يا سعاد. وانت كمان ما تطمعش قوي يا سي رشدي. امال فين عبد الرحيم؟ ما جاش معاكوا ليه؟ اصله هيتجوز بكره. هيتجوز تاني؟ ما قوي مباني كبير، هيغلب في شقه. سامع يا ابن خالتي؟ ابن خالتك دي قدام الغرب وبس، والجواز مش لعبة، لازم استعد له كويس. كل الرجالة غشاشين. ليه نغلط بس؟ الشغل شيء والجواز شيء، بلاش خلط يا علوية.
سلام. لو سمحتي لو سمحتي عدي واديني تمام. تمام يا فندم، في واحد زيادة. مش أنا يا فندم. ولا أنا يا فندم. ولا أنا. ولا أنا. ولا أنا. ولا أنا. ولا أنا. يعني إيه؟ في حد غريب هنا؟ حد غريب. 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 سامح يا فندم اطلب الكلام. ايه اللي جابك عندنا؟ اللي جابك ولا حد عارفك مننا؟ احنا صحاب. ايه اللي جابك عندنا؟ اللي جابك ولا حد عارفك مننا؟ احنا صحاب. هو اللي قال لي، هو اللي قال لي تعالى يا شاطر مشتاقية ناس للفرفاشة ولقيتكوا شلة مدهشة من غير عقد ولا نشا. يحيى الفرح والفرفاشة والفحفاحة والنعناشة من غير عقد ولا نشا. خفة ورشاقة تحيا الصداقة أجمل علاقة بالاحترام. هنمشي بدري، مفيش سهر ولا حاجة. ربنا يسهل. ألو؟ حاضر. حاضر. جاية حالا. أعوذ بالله.
تهد الحيل وحتى ما هياش جايبه همها. دي مرتبات اللي بيدفعوها دي يا ست. احمدي ربنا احنا احسن من غيرنا. على فكره يا هدى، عاطف ابن خالتي بيسلم عليك كتير قوي. السلام عليكم. انت مش قلت انك هتفوت بكره؟ اصلي كنت قريب من الشركه قلت افوت بالمره. هما كلمتين اللي عايز افهمهم من البرنامج. لو سمحت علويه تقدر تشرحهولك احسن مني، انا في ايدي شغل وما اقدرش اسيب. هلا يا باشمهندس وانا اشرح لك اللي انت عايزه. هو اصلي كان في. اتفضل ما تتكسفش، خد راحتك. السلام عليكم. وعليكم السلام. ماما زيها؟ اهي زي ما هي. الله، انتي ما رحتيش كلية النهارده؟ واسيبها لمين؟ على كل ما يهمكش، سناء صاحبتي بتجيب لي المحاضرات انقلها، واللي ما بفهموش انت بتشرحولي. مفيش مشكلة، الأكل جاهز. أشوف ماما الأول. صباح الخير. رب صدفة خير من ألف ميعاد. تصوري العربية بتاعتي اتعطلت هنا من لحظة. هو حضرتك ساكنة هنا ولا ايه؟ هي كانت تبقى صدفة سعيدة صحيح لو انها اتعطلت قدام واحد ميكانيكي. طب اتفضلي اوصلك. انت مش بتقول انها اتعطلت؟ بس اصل ايه؟ لا اصل ولا فصل. سهل قوي انك تعرف عنوان اي انسان، بس اللي مش سهل انك تفرض نفسك عليه. صباح النور. ايه اللي معاك ده؟ تذاكر طيارة وتأشيرات وأوامر سيارات ألاخ ألاخ. الله يكون في عونك، شغلتك متعبة. أكل العيش مش بالسهل. أنا عارف أنت اخترت القسم ده ليه؟ ليه؟ مال؟ لا ولا حاجة، بس خلي عينيك مفتحة. ايوه انيسة هدى، تليفون علشانك. شكرا يا بدرية. الو. اولا ما تقفليش في وش السكة، ثانيا انا محتاج خالص اخد رأيك في مشكلة تخصني. بخصوص البرنامج برضو؟ برنامج اهم. اتفضل. مشكلة اجتماعية؟ انا تخصصي ادارة اعمال وماليش. فندم؟ طيب بعدين نتكلم. ده اخويا. خير؟ لا ولا حاجه، في الحقيقه ما بحبش حد يكلمني اثناء العمل حتى ولو كان اخوكي. حتى لو كان اخويا طبعا. هتيجي حفله الشاي معانا؟ ربنا يسهل. نقلوها في كازينو. هي ايه؟ الحفلة. بس مدام يسرية فهمتني انها عندها. هغيروا الترتيب، كل ساعة برأيي. واقفة لوحدك ليه؟ الناس الكتير دول مين؟ دول زملائك في الشركة. بس أنا فهمت إن دي حفلة شاي للقسم بتاعنا بس.
الباقيين عرفوا، قلنا ما نكسفهمش. بس في ناس ما هماش زملاء معانا في الشركة. هو تحقيق يا هدى. رجية الشمس هتغيب، فين رجدي؟ واقف مسكونة. هتسمي رجدي ايه النهارده؟ سامح طبعا. ابن خالتك برضه؟ لا المرة دي أكتر شوية. بس اوعى تغلطي وتقدمي لها سامح اللي بحقيقي. تربيتك يا عزيز بيه. واديني فرصة عشان الصورة تطلع معبرة. وانت كمان خلي ايدك خفيفة وسريعة. انا اللي مش قادرة افهمه، انت مش عايزة تندمجي مع الناس ليه؟ معرفهمش يا علوية. بقى انت بتاعت علاقات عامة. علاقات عامة لخدمة الشركة، مش عمال على بطالة. هدى اقدملك الاستاذ سامح اخويا. اهلا هدى عبد الجواد، احسن موظفة عندي. أهلاً. حاجة ما ردتش على الشركة قبل كده ابدا. اهلا يا فندم. ايه رأيكم ناخد صورة تذكارية مع بعض؟ نغير الوضع. فاهمة انك غاوي تصوير؟ يعني احيانا. دي باين عليها كاميرا ممتازة. حلقات الحالة. وريني. اتفضل. كده كلمة حرق يا مدام. انا اسفة قوي، يا نهار ابيض. انا هجيب لك فيلم غير جديد، ما تزعلش. اكيد في لعبة جديدة بتطبروها يا فجر. كان هيبوظ الخطة، لحقت وحرقت الفيلم. ما يتخافش عليها. تليفون علشانك يا هدى. مين؟ ما سألتش، جايز حد من الشركة. ألو؟ من فضلك ما تقفليش السكة. تبقى سمير الشافعي. يا ابني بطل بقى. مش هبطل إلا لما أخد فرصتي معاكي. يا ست هدى إحنا مش في عصر الحريم. يعني لما انسان متعلم وانسانه متعلمه يحبوا يربطوا مصيرهم ببعض لازم يتقابلوا شويه وجها لوجه. ومين قال لك اني عايز اربط مصيري بيك؟ افندم ما افتكرش اني حاضر اقابلك، وما اعتقدش ان في لزوم عشان تعرفني ولا اعرفك. يا ابني ابعد عن الشر وغنيله. تصبح على خير. المرة دي بقى لو قفلت السكة هتتحملي مسؤولية الانهيار العصبي اللي هيضيعني. أنا ما أقصدش بمقابلتي ليكي إلا كل غرض شريف ونبيل. أنا محتاج لك يا هدى. محتاج لشخصية نفاذة وعقلية ممتازة. أنا بحبك يا هدى وعاوز أخطبك. وفي الحالة دي تبقى المقابلة تحت نظر الأهل في النور. وفي الوقت المناسب تكوني درستيني واقتنعتي بيا. أمال هي الخطوبة عملوها ليه؟ إيه ده يا عزيز؟ فنان قراري حضرتك؟ بالطبع لا. امال ايه المهارة دي؟ البركة في الكاميرا الخفية. برضو يا عزيز بيه، سيادتك طلبتني؟ اهلا يا بدرية. ايه الحلاوة دي؟ من بعد ما عندك يا مدام. مش ناوية تبلغينا عن المكالمات اللي وصلت لهدى؟ عزيز بيه، سيادتك ترضى بكده؟ لمصلحة العمل؟ شرف المهنة. يعني انت اللي تسمعي والشركة اخر من يعلم؟ اسمع ايه اللي سمح الله؟ كل حاجة. يا ساتر يا رب. عزيز بيه، انا بستلم واسلم واقفل الخط، لكن اتسلط ده اكبر حرام. كده؟ طبعا. لا ارى لا اسمع لا اتكلم. ولا ايه يا مدام يسرية؟ مش هينفع البنت دي غير سلسلة من الجزاءات المحترمة. هدى هتعرفي تتصرفي. مفيش ضرر انك تقابليه وتشوفي هدفه ايه. بتفكري في ايه يا هدى؟ انسي الماضي. الحياة بتمشي لقدام. المهم تفتكري انه مناسب ليكي؟
هو شخص مهذب ومؤدب. يعرف حاجه عن؟ لا. يبقى انت اللي تطلبي تقابليه وصالحيه كل حاجه ولا ايه؟ ربنا يسهل. طب وماله؟ ما دام عجباك نسال عليها وهدقلها. مش تقول لخالك على كل حاجه بصراحه؟ انت مخبي عني حاجه يا سمير؟ مساله هايفه معرفش ماما مكبراها ليه؟ هايفه؟ يعني ايه هايفه؟ سمير يا سيدي عايز يتجوز ارمله. ارمله؟ ليه يا ابني؟ هي البنت خلصت. صغيره في السن وفي الماجستير وبنت ناس طيبين قوي. دي كانت الطالبه المثاليه في كليه التجاره. كل ده كويس بس اللي مش قادر افهمه شاب زيك ما سبقلوش الجواز ولا حتى خطوبه يبدا حياته مع ارمله ليه؟ قول له يا اخويا وعقله. احب انبهك يا سمير يا ابني ان الارمله دي اتجوزت راجل ابن منك وجاي تكون اتطبعت بطباع ما تعجبكش. ثم انت عارف الارمله دي قضت حياتها ازاي بعد وفاه جوزها؟ انا بنصحك لوجه الله يا ابني بس عشان ارضي ضميري سيبني اتحرى عنها كويس قوي. واذا كنا بنتحرى عن البنت مره لازم نتحرى عن الارمله 10 مرات. ابعد عنها دلوقتي وسيبني اتحرى عنها بمعرفتي. طب ما نروح الاول نزورهم في البيت. زيارات ما فيش قبل ما نسال عليها ونعرف اصلها وفصلها. زياره تعرف بس وما نتكلمش باي حاجه. يكفيك قد ايه عشان تسال عليهم يا عبد النعيم؟ اسبوعين بالكثير. يبقى نروح بعد اسبوعين يا سمير. ايه ده يا هدى؟ عدد المشتركين في حفلة السمر قليل خالص. انا مش عارفة ليه مع انهم كانوا متحمسين كلهم. بالشكل ده هنلغي الحفلة. تبقى الاشاعة مالية الشركة واحنا بس اللي ما نعرفش. اشاعة ايه؟ يا اختي ده احنا اول ناس في حفلك. انت بتتكلمي عن ايه؟ خطوبتك يا هدى. العالم كله بيقول ان سمير الشافعي ناوي يخطبك. كلهم سمعوه. الكلام ده سابق لاوانه. يعني الاشاعة صح؟ لا بس انت فهمتي غلط. لازم بقى الحكايه تسالي. يعني ايه تسالي؟ ايه هي هدى بتاعت الكلام ده؟ اقطع دراعي. المكان هيعلنوا الخطوبه حالا. يعني هو في كلام انما لسه ما تمش حاجه. ايوه كده قرب الحقيقه. اللي زيك ما تقعش الا واقفه. ربنا يسهل. انا سالت عن الاسره. والدها المهندس مصباح الله يرحمه ما لقيتش عليه حاجه. بيقولوا انه كان راجل طيب وشريف. يخلع من ظهر العالم فاسد. احنا عايزين نتحرى عنها هي. انا فكرت اسال عنها في الشركه. جرى ايه يا عبد النعيم؟ ايه النصحه دي؟ اللي فيه عيب بيخفيه. احنا عايزين اللي يقدر يكشف المستخبي. انت فاكره الاستاذ شكري يا ابو النور اللي كان جارنا زمان؟ الف رحمه تنزل عليه. ابن شكري ده كان دخل كلية الشرطة ودلوقتي ما شاء الله بقى ضابط ناجح في المباحث. اهو ده اللي ممكن يجيب لنا كل اخبارها. بس انا اسأل عليه وروحكم. اهو ده الكلام. السيدة هدى عبد الجواد مصباح تعمل بالشركة وتقوم بالافعال الاتية. اولا تتقاضى اتاوات من شركات النقل والسياحة المتعاملة مع الشركة. ثانيا تكثر من الرحلات وحفلات السمر وتدعو إليها الشباب من غير العاملين بالشركة. ثالثا تقيم الحفلات الخاصة وتدعو إليها من تشاء من كبار المتعاملين مع الشركة. إيه رأيك يا أستاذ خطاب في موظفينا؟ دي شكوى من مجهول يا فندم. مجهول غير مجهول دي لازم تتحول لشؤون قانونية. إتاوات، ناس غرب، سهرات مشكوك فيها. أنا لا أسمح بأي إتراف عندي في الشركة. حاضر يا فندم هنعمل لازم. المسألة تتعلق بمستقبل المهندس سمير الشافعي ابن اختي. ما انت طبعا فاكره. طبعا طبعا خير. المسألة تتعلق بموضوع جواز. جواز؟ اصل انا مختار يا ابني في زمن الاخ فيه ما يطمنش لاخوه. هو واقع في غرام واحدة ما نعرفش عنها اي حاجة وانا عاوز اطمن عليه. قلت ما حدش يقدر يجيب لنا اصلها وفصلها غير واحد من رجال المباحث خصوصا اذا كان يهمه امر عائله صديقه زينا. طبعا طبعا بس في الحقيقه انا عارف اني بتقل عليك لكن حاول يا ابني انك تطمن البخت المسكينه. والمرحوم والدك كان عارف ان سمير ابنها الحيله. حاضر يا عمي.
اديني اسمها وسنها وسكنها واي معلومات عنها. انا كل اللي اعرفه عنها انها اسمها هدى عبد الجواد مصباح، بتشتغل في شركة اسمها الشركة العامة للمقاولات. والدها كان بيشتغل رئيس اهلم في البلدية، توفى الله يرحمه. ايوه يا فندم، حاضر يا فندم، 5 دقايق وهكون عند سيادتك. خلاص يا سيدي، انا مش هعطلك وما وصلش بقى زي اخوك، وانت ما تعرفش منزلة المرحوم والدك عندي قد ايه، الله يرحمه. الشكوى بتقول يا مدام هدى انك انت بتتقاضي ايتاوات من الشركات المتعاملة. كده ما حصلش. مدام يسرية قالت في التحقيق ان علوية شافتك فعلا وانت بتاخدي الفلوس. طب ايه رأيك يا مدام يسرية ان علوية هي اللي بتاخد؟ شفتيها؟ ايوه. وقعدتي تتفرجي وساكتة؟ اهي دي الغلطة الوحيدة اللي اتحاسب عليها. انتي فعلا شفتي مدام هدى وهي بتاخد فلوس من صاحب عربيات النقل؟ انا شكيت بس. يعني مش متاكد؟ مش قوي. مدام هدى قالت انها شافتك وانت بتاخدي الفلوس فعلا. انا؟ الله يسامح. شوف سيادتك الفرق اللي بيني وبينها. خلاص يا استاذ فؤاد، نجيب صاحب الشركه ونسال. ولزمه ايه بس نفرج الناس علينا؟ وهو كذلك يؤجل التحقيق لباكر. وبقية الشكوى. هنحقق موضوع موضوع يا مدام هدى. ما ترتاحي بقى يا بنتي، الدنيا ما تهدتش. انا مش متصوره ان ده يحصل. كلهم متاكدين ان الشكوى دي كيديه. ما تراجع نفسك يا هدى، جايز تكون غلطت بحسن نيه. انت اللي بتقولي كده يا ماما، ادي اللي ناقص. خلاص، مؤكد صاحب الشركه هيشهد بالحق. طب والتهمتين التانيين؟ ما انت بتقولي مفيش اي دليل. اللي جه في الشكوى ده مش صحيح. انا لا اديت لعلوية فلوس ولا اديت لهدى فلوس، ولا عمر ادفع قرش الا في مكانه الصحيح، ولا اقبل قرش الا بالحلال المشروع. الحمد لله. اتفضل انت. شكرين يا عم سعيد. شكر لله. اتفضلي يا علوية على شغلك. الموضوع الاولاني وخلصنا منه. نيجي بقى لدعوة الناس الغرب في الرحلات وحفلات السمر. الشاكي ما حددش ناس بالاسم. لما يبقى يحدد مين هم الغرب دول ابقى ارد عليه. معقول. طب ومسألة الحفلات الخاصة بكبار المتعاملين مع الشركة؟ أنا ما بعملش حفلات خاصة، ولا أعرف حد من كبار ولا صغار المتعاملين مع الشركة. دي شكوى كيدية. النجاح يا هدى بيسبب الحسد، عشان كده لازم تبقى حريصة في كل معاملاتك. ربنا يسهل. يعني الشكوى طلعت كذب؟ مفيش أي دليل عليها، بس أنا حسيت من المناقشة مع سعيد مسعود صاحب الشركة إنه إنسان ملتوي، مستعد يقول اي كلام حسب اتجاه الريح. وانت شايف ايه؟ شايف ان سيادتك تصدر قرار اداري بقصر التعامل على الشركات الكبيره، اولا لان اسعارها ثابته وما فيهاش اي مجال للمساومه او التلاعب. خلاص، جهز القرار وهاتوه لوقع. اهي الشكوى طلعت في شنك، ولا زاد ولا عادل للقرار ده. نطلنا فيها سي فؤاد راخر، عامل لي نبيه. ولا يهمك، خطوه خطوه، التقل جاي حالا. أكيد، ياما في الجراب يحاول. صحيح اللي سمعناه ده؟ التحقيق مع هدى اتحفظ؟ أصل سعيد راجل طيب، ما حبش يأذيها. لكن ده مثل سيء للموظفين، يبقى اللي عايز يربش يربش وهو مطمن. وهي جت على دماغ الراجل الطيب، ووقف التعامل معاه. المفروض اللي يغلط لازم ياخد جزاءه. روح قول كده لرئيس الشركة. أنا مالي؟ يبقى مش ضروري يزودوا الإشاعات. الناس كلها بتتكلم، إحنا اللي هنزودها. يجرى ايه لو تعقال يا ست هدى؟ هذا هو الدليل حتى لا ترتابوا في اقوال قوم
جندوا انفسهم لمحاربه الفساد. مش ده رشدي مقاول الاساسات ودي هدى؟ ايوه فعلا هم، مره مقاول الاساسات ومره مقاول النقل. يحال الموضوع لشؤون القانونيه. تحقيق تاني يا فندم، وعايز النتيجه في اقرب وقت. الصوره دي حقيقيه يا مدام هدى؟ ايوه حقيقيه، ده الاستاذ سامح اخو مدام يسريه. سامح اخو يسريه؟ ايوه، وكانت معانا علويه وهناء والاستاذ عزيز ومراد وناس تانيين معرفهمش، وخدوا صور تذكاريه كتير قوي. انت متاكده من الكلام اللي بتقوليه ده؟ اسالهم. يعني انت ما تعرفيش مين الراجل اللي في الصوره دي؟ بقول لك الاستاذ سامح. غريبه قوي. هي ايه اللي غريبه؟ لا ولا حاجه، انا هبعت لهم واحد واحد ونسالهم في حضورك. تعبناك معانا يا مختار يا ابني. الحقيقه هي مهمه صعبه، لكن انت ما تعرفش منزله والدك عندي. طول عمرنا جيران وحبايب، لكن انت جاي معايا بصفتك اخ للعريس، مش حكايه مباحث لا سمح الله. الحقيقه المباحث ملهاش دعوه بالمسائل العائليه دي، لكن انا متاسف جدا اتاخرت عليكم. الاجتماع مستمر وانا انسحبت منه. احنا بقى اللي متاسفين للازعاج. بالعكس، انا في خدمه العداله. العداله؟ طبعا. مش سيادتك قلت لي في التليفون انك مباحث؟ انا بقدم نفسي لحضرتك، لكن المسألة ملهاش أي علاقة بوظيفتي. أي خدمة؟ الأستاذ عبد النعيم صديق والدي الحميد. أنا مؤكد. كان محتاج لشوية معلومات عن الآنسة هدى عبد الجواد مصباح. خير؟ لا خير قوي. ابن أختي عاوز يتقدم لها، وبنحاول نطمن أختي من ناحيتها. يعني كلكم بتأكدوا إن كان في فعلا حفلة وكان موجود فيها سامح أخو يسري؟ فعلا. ورشدي مقاول الأساسات ما كانش موجود؟ لا، وبالمصادفة أنا معايا شوية صور من الحفلة فيها سامح، لكن رشدي مش موجود. شوفي دول يا هدى. أيوه هي دي الصور، لكن سامح مش فيهم. هو ده رشدي، لكن أنت قدمتهولي على إنه أخوكي سامح. يا هدى افهميني، رشدي ما كانش موجود في الحفله زي ما هو باين من بقيه الصور، يبقى قدمتهولك ازاي؟ انتوا هتشككوني في نفسي؟ احنا اللي هنشككك في نفسك، ولا انت اللي هتشككينا في سلامه عقولنا؟ خلاص اتفضلوا دلوقتي. استني يا هدى. المكان اللي اتصورت فيه مع رشدي مش واضح انه نفس المكان بتاع الحفلة. لو دققت في الصور هتلاقي السور اللي انا واقفة جنبه مشابه لأجزاء السور اللي في بقية الصور، والمكان على النيل. معقول؟ ولو ان النيل مش باين قوي في الصور بتاعتك. لو خدت بالك من الوقت اللي جنب فيه التصوير هتلاقيه كل وقت واحد قبل الغروب. فعلا غريبة. انا مش فاهمة حاجة ابدا. أنا لازم أتنقل من القسم ده حالا. ما تستعجليش يا هدى، المسألة كبيرة جدا. رئيس مجلس الإدارة في منتهى الغضب. أنا مستعد أقابله وأقنعه. إهدي يا هدى من فضلك. إحنا لحد دلوقتي ما استجوبناش مراد. على أي حال الصور اللي قدمها عزيز مش باين فيها أي حد غريب عن الإدارة غير رشدي بس. أنا متأكدة إن في صور تانية ما جابوهاش. وعلى أي حال أنا شفت مراد وكانت معاه كاميرا. أيوه بس هما بيقولوا كده ليه؟ سألهم بقى. حسيت من نظرات الاستاذ خطاب مدير شؤون العاملين بالشركه بالشك والاشفاق وهو بيوريني المعلومات العاديه من الملف بتاعه. يعني الضابط مختار ده ما قدرش يطلع منه بحاجه مفيده؟ مختار حاول يساعدني بحكم صلته القويه بوالده، لكن الظاهر ان المأمورية دي ما كانتش مريحاه. يعني ايه؟ يعني واضح انه كان متضرر. خلاص اد انت عرفت السكه، روح لوحدك وانت بقى وشطارتك. خد يا حبيبتي. مالي؟ انتي من ساعة ما رجعت النهارده حالك مش عاجبني. في ايه يا بنتي احكيلي؟ ابدا ولا حاجة، مفيش حاجة يا ماما. قولي لي يا هدى، سمير زعلك في حاجة؟ احكيلي يا بنتي، فضلي امك. هي سمعتها كانت كويسة أول ما تعينت. يعني إيه كانت؟ ودلوقتي؟ مفيش داعي للإحراج. الواجب يحتم علينا المحافظة على أسرار الشركة.
أنا ما بطلبش أطلع على أسرار الشركة. ما هي كل تصرفاتها متعلقة بالعمل في الشركة. ممكن توضح لي شوية؟ يعني مثلا أشيع إن لها علاقات مالية مع بعض المتعاملين مع الشركة زي مقاولين النقل مثلا، وأحيلت التحقيق بشأنها بس ما سابتش عليها حاجة. يعني دلوقتي أحيلت التحقيق فعلا؟ أكتر من مرة، وهي حاليا محالة للتحقيق. ليه؟ يا أستاذ عبد النعيم ما تحرجنيش أكتر من كده، أنا مش عارف الست دي جرالها إيه. أنا آسف يا أستاذ كنت أزعجتك. لا أبدا ما تحت أمرك، بس أرجوك الكلام ده ما يطلعش بره. أنت قصدتني في خدمة إنسانية وأنا ما بخلتش عليك باللي قدرني عليه ربنا. وكل شيء اسمه ونصيب يا أستاذ عبد النعيم يا صديقي. الإنسانة اللي ما تكونش أمينة على أموال الشركة اللي بتاكل منها عيش يستحيل تكون أمينة على مصالح جوزها. يا ماما ما يمكن. يمكن إيه يا حبيبي؟ بيقولك بيحولوها كل يوم التاني على التحقيق، وفي مسائل أخطر، عارف يعني إيه أخطر؟ ما تقوله عبد النعيم. أنا قلت كل اللي عندي. أرملة وعلى قد حالها، وإيدها طويلة، وما خفي كان أعظم، عايز إيه تاني يا ابني؟ أنا مش قادر أحل اللغز ده. كلهم أجمعوا على إن رشدي ما كانش موجود. والصور فعلاً ما فيهاش رشدي. لكن في حاجة بتجمع ما بين كل الصور. مش جاي زي ما قالت لك هدى ان دي ما هياش كل الصور. استنى استنى بص معايا في ظهر الصور. ايه في ايه؟ الختم بتاع الاستوديو اللي طبع الصور ممسوح، والصوره بتاعت هدى ورشدي برضو ختمها ممسوح. المساله فيها سر. اسال اللي قدمها لك على اللي مسح الختم. مجموعه بعتها عزيز، وواحده بعتها مجهول، لكن فيهم كلهم ملاحظات مشتركة. يبقى ناقص تفسير من عزيز. بفرض ان استنتاجك صحيح وان عزيز هو اللي زي في الصورة وطمس التواريخ، بقية الشهود مصلحتهم ايه في اتهام هدى؟ ده لغز تاني، احنا لسه محلناش الاولاني. انا مكسوف منك يا استاذ فؤاد، مكسوف من نفسي. ليه يا مراد؟ انا مقدرش اواجه الناس دول، والدليل كان معايا ضاع. دليل ايه؟ ومين الناس دول؟ الاستاذ عزيز ومدام يسريه وهناء وعلويه وناس تانيين في الشركه. ايوه، ما تقدرش تواجههم ليه؟ يورطوني ودوني في داهيه، انا مش قد الناس دول. اضرب لي مثل. اقرب مثل واحدث ضحيه هدى عبد الجواد ومحاوله طورتها في حكايه العمولات اللي بياخدوها من سعيد سلطان. انت تعرف ايه عن حكايه الصور دي؟ زي ما قالوا لحضرتك، انا فعلا كنت موجود، ورشدي كان موجود، ويسريه قدمت الهدى على ان اخوها سامح. طبعا ده ترتيب معمول. وما جيتش تشهد في التحقيق ليه؟ لان شهادتي قدامهم كلهم ملهاش اي قيمه بعد ما جردوني من السلاح اللي كان معايا. سلاح ايه؟ كان معايا كاميرا صورت بيها الحفلة، ولما لاحظوا جات لي مدام يسرية وعملت انها بتتفرج على الكاميرا وفتحتها وبوظت الفيلم. والصورة بتاعت هدى اتاخدت ازاي؟ خدها عزيز من بعيد بالعدسة الزوم. ايه الالعاب بتتعمل بالدقة دي؟ علشان كده الصغيرين اللي زيي ما يقدروش يقفوا قدامه. قول لي حضرتك، اشهد اقول ايه في التحقيق؟ ومين يكذب الصور ويصدقني انا؟ طب ولو سألنا رشدي؟ هيطلع قلع من سعيد، وهيهم الجميع ان العلاقه وثيقه بهدى، وكده نبقى قضينا عليه وعلى كل واحد يقف وشه ويقول كلمه حق. تعرف الصور دي اتطبعت فين؟ طبعا عارف. تقدر تجيب لنا نسخه تانية من كل الصور اللي اتصورت في الحفله؟ مستحيل. ليه؟ لان ده الاستوديو اللي بياخد كل شغل الشركه عن طريق الشله اياه، وطبعا ده ما بيطلعش اي صوره الا بامر عزيز، بالاضافه انه بيحتفظ بالنيجاتيف عنده. الله، دي مافيا بقى. مسألة ما تتعالجش بمجرد تحقيق روتيني. مراد، واضح انك انسان شريف فعلا وممكن تساعدني. اساعدك بس بشرط ما اروحش في داهية، وبصراحة انا وانت ومدام هدى مش قد الناس دول. اوعدني ان مفيش مخلوق يعرف بالاتفاق اللي بيني وبينك، حتى لو كان اقرب الناس اليك، حتى هدى نفسيها. اوعدك، ده حتى في مصلحتي. انا هقول لك نعمل ايه. هي دي كمان عايزه مقاوحه، الشركه كلها بتتكلم. مش حكايه شرطه الادب؟ عملتها اداب انت راخر. بوليس وبيتحرى عن موظفه زميله، هيكون ايه غير اداب؟ في دي اختلفت الاقوال. اعوذ بالله. لكن حرام، انا بقى متاكده انه مباحث. دي حاجه زادت عن حدها. انت بتنتي بنت مين يا ست هدى؟ هو في بنت غيرك في الاوضه؟ انا اسمي علويه. اللي سماكي علويه ظلمك. مالك يا هدى؟ في ايه؟ حقيقي غلطان اللي سماها على اسامي البني ادمين دي، ما تستاهلش تكون حشرة حتى. لا بقى اسمعي، انا خلاص طهقت منك ومن اللي زيك،
وبقولها لك اخر مره، ابعدي عني وملكيش دعوه بيا خالص. طيب مش بس نفهم، ما اعرفش ايه حكايتها معايا، دايره في الشركه تشنع وتقول الشرطه بتتحرى عني وبتراقبني. انت عارفه كويس مين اللي المفروض يحطه في ايديك كلبشات يا شاطره. انت بتخربي، بتغلوش على نفسك. مش كده يا حيواني معيك، احنا في شركه محترمه. سيبي ايديها يا علويه. هي انا عاجبك تجري سنه يا سي مراد؟ هي فاكراني ايه؟ لا ده انا ورايا رجاله يقطعوك حتت. ايه ده؟ عيب يا هدى، ما تضربيهاش. الحقيني يا مدام يسرية، دي بهدلتني وهرمدتني. معقوله كده؟ حرام عليك يا هدى، هي حملك. انا مش فاهم الست دي بتعمل كده ليه؟ كل ظواهر الادله كان بتاكد انها مكسب كبير، وبدايتها كانت طيبه جدا. قد كده انخدعنا فيها. حقيقه يا فندم انا في منتهى الحزن والاسف. ليك حق يا استاذ خطاب، غرش انت اللي قلبك طيب ويصعب عليك الشرير قبل الطيب. ايه في حاجه تاني؟ قول يا استاذ خطاب، رئيس الشركه لازم يحاط علما بكل مجريات الامور. اعباء سيادته اكبر مننا نشغلها بحاجات صغيره زي دي، والحمد لله كل حاجه بتظهر في التحقيق. ما تفهمونا يا اخوانا، خلينا نعتمد كشوف العلاوات الاستثنائيه ونخلص. هو سيادتك هتوافق على منحها العلاوه؟ اسمها مضرب في كشف العلاقات العامه. هو صحيح التحقيقات المستمره بتطلع منها زي الشعره من العجين، معرفش ليه، لكن لو سمحت لي سيادتك تاجل الحوافز والعلاوات لغايه ما نشوف حكايه بوليس الاداب دي. حكايه ايه بتقول؟ ما تتكلم يا استاذ خطاب، انت هتفضل مستسلم لطيبه قلبك لحد امتى؟ انت ظلم، انا ما غلطتش في حاجه. ممكن تهدي يا مدام هدى، انا لازم اقابل رئيس الشركه. احسن ما تقابلهوش، مش هتقدري تقنعيه. استقيل. ما انصحكيش، مفيش اي شركه تانيه هتبقى في تعيينك. ارضى بالهوى واسكت. مسير الحياه تبان. على اساس ايه؟ لو ما اهتزتش ثقتك في نفسك. في وسط العالم ده، دي غابه مش شركه. بس ما تخلاش من الناس الكويسين. هما فين دول؟ كفايه النظرات اللي بقابلها في الشركه وكاني بقيت عدوه للجميع. كفايه الهمسات الجارحه اللي بسمعها هنا وهناك. انا ما عملتش حاجه، كل ما في الامر اني ما عرفتش اتاقلم مع ناس مخاصمين ضمائرهم. بس انا لا يمكن اسكت ابدا، انا لازم ادافع عن نفسي. مدام هدى اسمعي. انا مش هنسالك ابدا انك شهدت في صفها في التحقيق. اصل شفت بعيني محدش قال لي. ممكن اعرف مين فيكم المسؤول؟ انا. ايه يا ست هدى؟ مالك يا حبيبتي؟ انتوا فاهمين سؤالي كويس. ما صحش كده يا مدام، الاعتداء على رئيسك المباشر بالقول والاشاره يقع تحت طائله القانون. ولا تكون اتعودتي على التحقيق بمساعده الاستاذ فؤاد لي؟ كلمه زياده مش هسمح لك. ايه؟ هتضربيني انا كمان؟ ده انت كنت ممتازه يا بنت الحلال. دي غلطتي، بدات معاكم طبيعيه وبسيطه ورفعت التكليف من اول يوم واياكم رجاله وستات، لان دي الروح اللي بتعمل بيها طول عمري. طبعا مش الفتاه المثاليه، وده اللي طمعكم فيا. فهمتوني غلط وحاولتوا تضموني للشله على اني متحرره بقى، لكن للاسف مفهومكم عن التحرر معكوس. لازم البنت في الاول تبقى متجهمه ودمها تقيل علشان تعملوا لها الف حساب وتخافوا تيجوا ناحيتها. مع الاسف انا طول عمري واضحه وما اعرفش اعمل الناس بشخصيه مصطنعه. برافو، ده انت خطيبه مفوهه. ممكن اعرف ليه حذفتوني من كشف العلاوات؟ واحنا مالنا؟ اساليهم فوق. فوق ده ايه؟ مش انت رئيسه المباشره؟ انا حيالله نائبه رئيس العلاقات العامه، والنايبه دي لا حصلت رئيسه ولا مرؤوسه. وانا يا دوبك نائب مدير شؤون العاملين، والنائب لا يقدر يحل ولا يربط. دلوقتي بس بتتنصلوا من المسؤولية. طيب على العموم انا هفضل ورا حقي لغاية ما احصل عليه. قطعا في اسباب. مش من حق اعرفها؟ اقري اللوائح وانت تعرفيها. استاذ خطاب انت راجل طيب، وانا مش متصوره ابدا انك ممكن تضر مخلوق. ريحني، الناس دي بتعمل معايا كده ليه؟ انا زيك مش فاهم، لكن بخبرتي بلاحظ ان كتر التحقيقات والظروف المحيطه بالموظف
بسبب قطع التأخير في العلاوات والترقيات. يعني أنا بقيت هيئة السوق؟ أستغفر الله يا بنتي، بس حكاية المباحث دي والخناقات اللي بينك وبين زميلاتك. أعمل إيه إذا كانوا ناس ما عندهمش ضمير؟ اتصرفوا معايا بمنتهى قلة الذوق. معقول؟ معقول يا أستاذ خطاب؟ واحد يحط عينه على واحدة يروح أهله بعتين وراها مباحث؟ هو الضابط نفسه كان واضع عليه الإحراج الشديد، والظاهر إن خال العريس ضغط عليه بإلحاح شديد واضطر يجي معاه مراعاة لعلاقتهم العائلية القديمة. والنتيجة إني اعتبرت موظفة منحرفة واتحرمت من حقوقي. منحرف؟ يمكن ترزق من حيث لا تعلمين؟ أنا ما بتكلمش عن الفلوس، لكن وضعي بالشكل ده ما يعوضوش مال قارون. كان لازم سيادتك تنصفني قبل ما تحرمني. أنا حرمت لا سمح الله؟ أمال مين؟ يا بنتي في تقارير سرية بتحدد موقف الموظف من العلاوات والترقيات. وهي فين التقارير دي؟ أساساً بيحررها الرئيس المباشر، وبعدين بيمضي عليها المسؤولين حسب التسلسل الإداري لغاية ما يعتمدها رئيس الشركة. يعني رئيس الشركة وافق عليها؟ ما تحرجينيش يا هدى يا بنتي، أمال اسمها سرية إزاي؟ اتأخرت قوي عند الأستاذ خطاب. الحكاية دي مش هتعدي على خير. شوف بقى الإدارة هتتصرف إزاي. دي رايحة للأستاذ يونس. في منتهى الجرأة الست دي. إيه ده؟ مفيش نظام؟ سكرتارية معاد محدد؟ حد يتهجم كده؟ أنا متأسفة، لكن العيب مش عليكي. ايه الحكايه يا سعلاء؟ هو حاول يمنعني وانا ما اديتوش فرصه. وده اسلوب ناس بتفهم؟ لازم تسمعني سيادتك، دي مساله حياه او موت ومفيش حل غير انك تسمعني. لا دول ما كتبوش ابدا. هما مين يا فندم؟ اللي بيشتكوا منك ومن تصرفاتك ومشاكساتك. المفروض سيادتك تتحقق بنفسك من اي حاجه تسمعها، لازم تطلع على كل صغيره وكبيره، مش تقفل المكتب على نفسك. انت جايه تربيني يا مدام؟ انا جايه متظلمه. من ايه؟ من الظلم. متظلمه من الظلم؟ انا ما احبش التلاعب بالالفاظ. ان كان عندك اي حاجه عندك رئيسك المباشر، والرئيس المباشر عنده رئيس اعلى، وهكذا. دي قواعد التسلسل الاداري، وانا ارفض اي تعدي على القانون والنظام. فين عزيز؟ فين خطاب؟ فين مسرية؟ استدعيهم فورا يا علاء. المفروض الموظف ما يطلعش على التقرير السري لانه سري، لكن امام ثورة السيدة هدى عبد الجواد واصرارها على انها ضحية من ضحايا الظلم والاستعباد واتهامها للجميع بانهم ضدها، انا مضطر اطلعها قدامكم وجها لوجه على الدرجات اللي اتحسبت ليها في التقرير. لكن يا فندم. لكن ايه؟ انت طول مدة خدمتك في الشركة موثوق فيك، ودي اول مرة حد يشك في ذمتك. صحوها تخدموها. هي عيبها يا فندم انها انفعالية شوية، وبمضي المدة هتاخد على الجو العائلي بتاعنا وتغير من طبعها. الجو العائلي؟ اي جو يا مدام يسرية؟ اي جو يا حضرات؟ اقرا التقرير يا استاذ خطاب. تقرير كفاية العاملين. الاسم هدى عبد الجواد مصباح. الوظيفة اقرا المهم وسيبك من التفاصيل. اولا اداء واجبات العمل، كمية الانتاج 10 من 15. ليه بقى؟ انا بشتغل 24 ساعة لغاية لما اتخطبت. اتخطبت؟ يمكن لما الباشمهندس سمير دخل حياتك خد من وقتك شوية. وحتى لو فرض دي مسائل شخصية، لكن لما تأثر على العمل يا هدى يا حبيبتي المسؤول يعمل ايه؟ غيره يا استاذ خطاب. جودة الانتاج 12 من 15. ما تعترضيش يا مدام هدى، دي نمرة كويسة ومحدش بيوصل للكمال. طيب. الاهتمام بالعمل 8 من 10. شرح. محدش بيوصل للكمال. وبعدين؟ استخدام وقت العمل الرسمي 6 من 10. ليه؟
انا ما غبتش يوم ولا اتاخرت مره. ده صحيح، لكن زملائك لاحظوا انه بيجيلك مكالمات كتيره على التليفون، وده طبعا بيعطل العمل. العلاقات العامه شغلها معظمه تليفونات. انا بتكلم عن المكالمات الشخصيه. مدى الاستفاده من التدريب 5/10. معقول، لان تعليمك اساسا تجاري ومحاسبه، والعلاقات العامه عايزه خبره من نوع معين. ايوه مدام يسريه، من نوع معين ما نفعلوش. القدره على تحمل المسؤوليه 4/7. استنى ما تعترضيش. الذكاء والتيقظ 7/7. اهو ده اللي وداني في داهيه، الذكاء والتيقظ. اقتنعت بقى يا ستي بايه؟ بان مفيش ظلم ولا غيره. لسه تقييم ما خلصش يا فندم، كمل. مدى امكانيه التقدم 3/6. ما اعتقدش اني هتقدم ابدا يا استاذ عزيز، خساره فيا الثلاث درجات. العلاقه مع الزملاء، الاتصال بالجمهور والافراد 2/7. مدى تقبل النقد 0/6. المجموع الكلي 58%، التقدير المتوسط. وده ما يديكيش حق في العلاوه او الحوافز او الترقيه حسب قانون الشركه. قانون الشركه ده اللي مطبوع في الورق ومحبوس في الملفات، لكن في قانون تاني في غفله عنك وعن الشركه، وللاسف سيادتك قافل على نفسك ومش داريان باللي حاصل جوه الشركه وبراها. وبعدين معاك ما تقصيرش شر بقى. استنى يا استاذ خطاب، انا لازم اكشفهم ورزقي على الله. حاولوا يخدعوني لقانونهم المدمر للفضيله والشرف، رفضت، والنتيجه انهم اعتبروني مصدر خطر عليهم، اعتبروني عدوتهم الاولى، وطبعا صوبوا عليا اسلحتهم المسمومه، شكاوي كيديه واخبار مزيفه واشاعات مغرضه. مفيش دخان من غير نار. لا فيه، في دخان اسود مسموم بيهب من نار الحقد والشر، لكن ربنا موجود وقادر على ان الدخان ده يعمي كل اللي حاولوا يشعلوا النار اللي هتقيد فيهم وتحرقهم باذن الله. قرار 37 بتاريخ 28 ابريل لسنه 1982، رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للمقاولات، نظرا لما تميزت به السيدة هدى عبد الجواد مصباح الموظفة بالعلاقات العامة من كفاءة ومثابرة في عملها، مما ظهر أثره في النشاط الاجتماعي للشركة بخلاف ما تحلت به من أمانة وحرص على أموال الشركة ومصروفاتها، فقد قررنا الاستفادة من إمكانياتها المذكورة والاستعانة بخدماتها المعهودة، حرصا على مصلحة الشركة ورغبة في النهوض بمستواها في جميع أجهزتها، وذلك بنقلها إلى فرع الشركة بقنا لحاجة العمل الشديدة إليها. مع منحها 7 جنيهات علاوة استثنائية بخلاف بدل السفر والسكن. ياه، دول ما هيعيني خالص. أنا لو مش فرع تاني أبعد من كده. مين عارف، يمكن لما تنجحي اكتر يفتحوا لك فرع تاني في اسوان. انا على فكره يا ماما، انا في رحله اخرانيه مع المدرسه انبسطت من البلاد دي، ناسها طيبين وخيرها كتير. ما قلناش حاجه، بس دي لوحدها وهتبقى بعيده عننا. معلش يا ماما، اسمتي اعمل ايه؟ يعني شحطتوكي؟ استقيلي. فكره، لكن ولاد الحلال نبهوني ان الاستقاله معناها الاعتراف بالخطا، ومفيش اي شركه تانيه هتقبلني بعد كده. ناس ما عندهاش رحمه. معلش، لازم اقاوم على قد ما اقدر. والباشمهندس سمير مفيش اخبار عنه؟ ما تجيبيليش سيرته، ده جبان تافه مكلبش في ده الفستان والدته، وما انا ابني منه ورا الدخان اللي عم عينيهم عن حقيقتي. سلام على محاسن الصدف. بجنتي هدى بنت حبيبي وزميل عمري المهندس عبد الجواد مصباح. تعرفي ان والدك الله يرحمه كان دفعتي في الهندسه؟ يا اهلا يا هدى يا بنتي، اهلا. ونازله فين؟ في لوكاندا ابو دومه. لوكاندا؟ بنت اخوي تنزل في لوكاندا؟ لا يا بنتي لا، قبل ما اسلمك الشغل ابعت للاستاذ محروس. هو حضرتك مش هتسلمني الشغل؟ حالا، بس قبل ما اسلمك الشغل. اعرفك بالاستاذ محروس لشجر زميلك بالعلاقات العامه. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا فندم. هدى زي بنتي بالظبط. واضح يا باشمهندس واضح. اهلا بيك يا انسه هدى.
تبعت حد يجيب شنطها من لوكاندا ابو دوما، هي قريبه من هنا وبعتهم على البيت عندي. يا فندم ولا كلمه. انت هتنزلي عندي مع مراتي وبنتي، انا ما عنديش صبيان. اتفضل يا محروس اعمل اللي قلت لك عليه. حاضر. انا مش عارفه يا طنط ليندا اقول لك ايه، وبعدين انا حاسه اني مضايقه عايده في اوضتها. ليه؟ عشان حطينا لك السرير ده هنا يعني؟ ده انا ما صدقت ان لاقي لي اخت. اسيبكم ترتاحوا، تصبحوا على خير. كملي يا اختي حكاويكي عن مصر، كملي. احنا هنا محبوسين. هو انتوا ما بتخرجوش خالص من البيت؟ على فين يا حسرة بول؟ كل حاجه هنا ممنوع، النادي ممنوع والسينما ممنوع والمسرح مفيش والكازينوهات حرام، مفيش هنا الا زيارات العجاز من حدة تيزا خديجة لتيزا أليس واللي العريس دول، مفيش فيهم الا المهندسة راجل مرات مفتش الصحة اللي عندكم في الشركة. هي فعلا ست كويسة قوي، لكن انتي ايه اللي مزعلك؟ ما الحياة هادية اهي. يا اختي هادية، ما انت اصلك بتروحي المكتب وبتجي من المكتب بتلاقي حاجة بتشغلك. آه يا ما نفسي اشتغل زيكم عشان اشوف باب السكة. بلدنا عجبتني، البلد اهلها ست وهيبة، وانا شايفة ان اهلها احسن ناس. العلاجات العامة في خدمة الجميع. ما عدتش منك حاجة. ليه بس يا ست وهيبة بتقطع على رزقنا ليه؟ رزق تطلبه من ربنا مش من المكاتب. احنا الود ودنا نخدم ضيفتنا. متشكرة اوي يا صاحبي. طب نقول سلام. يخفي دي السحنة. ليه كده يا ست وهيبة؟ انت مش بتقولي البلد بأهلها؟ اهو ده اللي يقري أهلها. طينة تجيلة، كمالة عدد. كمالة عدد؟ ازاي يعني؟ هو عيلته طيبة لكنه سوى داير يلطش في البلد، والشركة عملت خاطر لابوه اكمنه ليه كلمة في البلد، عينوه هنا عشان يشغلوه بحاجة. حرصي منه. اهلا يا باشمهندسه. اهلا بست الكل، نصها هندسه ونصها طب. اهلا بيك. ما تاخدونيش في دوبي، انا عايزه الشيكات تتسلم لاصحابها. حاضر حالا اهو، هخلص لي الاستمارات مسافه ساعه واحده. هتقعديني جنبك ساعه؟ انت النص وانا النص يا ست وهيب، وتخلص مسافه نص ساعه. يعجبني فيك الهم. انت مش هتيجي تزوريني في بيتي زي ما وعدتيني؟ في اقرب وقت. امتى يعني؟ ربنا يسهل. ما عندكيش فكره يا ليندا، بنتنا هدى رفعت راسي في الشركه قد ايه. ونعم الاخلاص ونعم الاخلاق. كفايه مديح بقى يا عمي. وانا لو قلت من هنا للسنه الجايه برضك مش كفايه. اظن المدح والضيافه كفايه عليهم شهرين وزياده دلوقتي. بقول يعني انا حاسه اني بقيت تقيله، وزي ما بيقولوا ان كان حبيبك عسل اهاني بدل اللي هتكدر. بدك اسيبك تعيشي في البلد لوحدك؟ امال الاهل لازمتهم ايه؟ طيب حتى اشترك ولو بحاجه رمزيه في المصاريف. ردي عليها انت بقى يا ليندا. يا عيب الشوم يا هدى، هو احنا يعني مش قادرين ولا انت هتعجز الميزانيه؟ اسمعي بقى الكلام ده ما احبش اسمعه مني بتاني. بقول يا بابا، هدى راحة لمرات مفتش الصحة الست راديا المهندسة ليلة الجمعة الجاية. احنا قلنا مطرح ما تروحي رجلك على رجل والدتك. ما انا برضو اختها الكبيرة يا عمي. هقول ايه؟ خلاص يا عيد، اتشفعت لك بنت الحبيب الغالي. ربنا يخليها لينا ويبارك لنا فيها. وبتقولي عايزة تسيبينا؟ ده احنا هنربطك معانا بسلاسل. صباح الخير يا آنسة هدى. اهلا وسهلا. صباح الخير يا آنسة هدى. اي خدمة؟ هو الزملاء لازم يصبوا على بعضهم عشان مصلحة. استاذ محروس، هنا مفيش مصالح، هنا في شغل، شغل بتاع ناس يأتمنونا عليه ولازم نحفظ الامانة. يا سلام، انا من اول نظرة قلت على ستك انك جوهر. متشكره. وانا شايف ان ستك مظلومه في غربه الدين. بس انا مش شايفه كده.
اهل البلد ناس كويسين؟ من هنا ابدا. انا بقى من الناس الكويسين دول ونفسي اخدم. لو عوزت حاجه هبلغ حضرتك. مفيش بين الزملاء حضرتك، خلينا نتكلم مع بعضينا كده صنفه صوص. ايوه كده ابتسم سيادتك. من فضلك انا ما احبش الهزار اثناء تاديه وظيفتي. خلاص بعد ما نخلص الشغل اخدك افسحك وافرجك على البلد وجمال البلد وحلاوه البلد ورقه البلد. انا عندي عربيه 10 متر. بقول لك ايه يا شاطر؟ مين؟ من هنا ورايح ما تكلمنيش في اي موضوع خارج حدود العمل اللي بينا، والا هضطر ابهدلك. انا مش ناقصاك يا ابني. هي حصلت؟ انا شاطر؟ انا ابني؟ انا رايحه اسوري. انت ذاكر الحفله من المطبعه. على الله تعدى على خير. هي ايه؟ الحفله. انت وشطارتك بقى. انا راجل غلبان. انت راجل فنان. على ايه حصره؟ مفيش حفله تفوت من غير ما تطلع منها بمجموعه صور تذكاريه تجنن. بس ما يطلعليش الاعتداء على مجهودي ويهدم الادله. انت بتصور هوايه ولا بتجمع ادله؟ اللي تحسبيه وكلك مفهوميه. تعرف يا مراد، هدى صعبت عليا. تبقى الدنيا بخير بصحيح. انا عمري ما كنت شرانيه. لكن استسلمت بسرعه قدام قوة جبار. ضعفك هو اللي جبار. ضغطوا عليا. استسلمت بسرعة. لكن لو صمدت شوية ما كنتيش سمحت لهم يتحكموا فيكي. وده السر في خيبتهم قدام هدى. بتفكرني بأخويا الصغير والدي، ولو إنه أكبر منها بكام سنة، يعني من دوري تقريبا، بس فرقها 5 6 سنين، يبقى ما ينفعنيش، صغير عليا قوي. فيلتك حلوة قوي يا راجل، بس كبيرة علينا خالص. صوري فيها بدروم على مساحتها. احجزولي ده لغاية ما يديلي عدل. اخ لو والدك سمعك دلوقتي. طب ما تفسريش، ادي على كلامنا خفيف عليه. انا شفت باب وراني، هو في سكان فوق؟ لا ده يودي على شقة اوضتين بمنافعهم فاضيين ومش قادرة على نظافته. طب ليه ما تأجريهمش؟ الدكتور عبد العزيز ما بيحبش. اه لو سمعوا في مصر على البحبحة دي، والدنيا هناك مكربسة. هنا برضو في ازمة سكن. يعني لو نمرت على الاوضتين دول الدكتور هيرفض؟ نعم نعم، وارجع تحبس تاني؟ ده انا ما صدقت. لا ما هو الباشمهندس عوض مستضيفني لغاية ما الاقي مكان. الدكتور مش هيوافق. ما افتكرش، لانه سمع كلام حلو قوي عن هدى. ولا يمكن هيقول لا. يبقى تفهمي معاه، وهكون سعيدة جدا لو قبل. اخس عليك يا هدى. هو انا هسيبك؟ ما خلاص الباشمهندس عوض سلمك ليا، ومطرح ما هروح رجلك على رجلي. مساء الخير يا هواد. بابا جه. تعالى يا دكتور عبد العزيز، اقدم لك زميلتنا اللي كلمتك عنها هدى. اهلا وسهلا، منور الصعيد الجواني والبراري. انا نزلت من القطر لقيت نوركم هو اللي مزغلي العنقين. مشرفانا يا ست وهيب. يشرف مقدارك يا دكتور. انا عايده بنت الباشمهندس عوض عبد المسيح. يا سلام، الخالد الناطق ما شاء الله، هو عنده بنات كبار وحلوين كده؟ مخبيهم عنكم. ايه يا رندا، اتعشيتي ولا لسه؟ لا لسه، لكن حليت كل الواجبات على الكمبيوتر. بس انت كده هتتاخري في النوم. هعمل على طول وانا بتفرج على التلفزيون. تلفزيون ايه؟ انت وراكي مدرسه من بدري. هتفرج على نشره الاخبار وانام. نشره الاخبار؟ عاوز اشوف الامير السعودي اللي طلع في الفضاء عمل ايه هناك. قد كده مهتم قوي؟ طبعا مش اول عربي يبقى رائد فضاء. خلاص يا ستي هقول لك ايه. هي يا ماما وقفت. ماما وقفت. شايفه ناس الفرانكا؟ مش كل واحد يبعيب عيب. صدت نفسي بعيد عنك. ايه رأيك في الموظفة الجديدة؟ بيشكروا فيها قوي. بنت كويسة ومثقفة ومتربية وصريحة. كل ده عرفتيه من جلسة واحدة؟ الإنسان الأصيل بيبان عليه. إنما بتسأليه عنها ليه؟
حسيت انها محرجه من نزولها عند الباشمهندس عاب. تتفضل. اهلا وسهلا. وهي اوضه رندا كبيره وجاي له تسليها. يبقى ما عملناش حاجه. امال غرضك ايه؟ يعني لو ممكن نسمح لها تنزل في الاوضتين اللي فوق لغايه ما تخلص مدتها وترجع لاهلها. افتكرش انها هتستمر على طول في غربتها دي. بس احنا ما تعودناش نسكن حد فوق، وناس كتير طلبوا ورفضنا. على كل حال فكر، وانا شايفه ان ظروفها مختلفه وعندنا رد كافي نقنع بيه الناس. صدقني يا دكتور عبد العزيز انها ماليه البيت على الجماعه، وبنتي عايده شبطانه فيها خالص. لكن بقى ما دام دي رغبتها كل واحد ينام على الجنب اللي يريحه، وهي منقوله بيت الحبايب ومفيش فرق. بس اذا كنتيش تسالبي رايك كده. اذا كان عليا احب اكون وياكي على طول. تلاقيكي زهقتي مني. لازم دوشتيها وفجعتي لها دماغها. لا ابدا، دي كانت مسلياني خالص. اذا حبيتي اسيب لك الاوضه لوحدك واروح انام في اوضه تانية. مامتك بتهزر يا عيل. طب خليكي معايا، ده انا ما صدقت اني لقيتني اخت زيي. ليها حق يا هدى، وجودك ملى علينا البيت وخروجك هيفضيه تاني. اقعدي يا هدى الله يهديكي. هبقى ازورك ومش هخليكي تحسي بغيابي ابدا. وانا رحت فين يعني؟ بسنين انها عامله جاي مجوي. مجايز بنت اكابر يا ابوي. وبنت الاكابر هتمرمط نفسيها من مصر لحد هنا عشان الكم ملطوش اللي هتاخدهم. ما تنور مخك يا بطش. وانت شانك بيها يا محروس، هو ما كفكش اللي وراك. عجباني يا اخي، دخل مزاجي. مش كل الطير يا ابوي. وبعدها لك بقى اسمع، انا هطردك من الشله وفرفش ومايص كيف. خلاص تكفل خشمك وتنفس اللي هقوله لك. انا مطلوب مني ايه؟ مش وقته دلوقتي. انا لازم اجيب مناخيرها الارض. مش هي هتكون اول واحده عصيت وسلمت؟ انها تقول لي يا ابني يا شاطر، بقى انا محروس سليل عائله الاشجر يتقال له يا ابني يا شاطر. خلي بالك يا نجيلة، معاد الدواء في منتهى الأهمية ولازم تضغطي عليه عشان تاكل. تعباني خالص ومش قابلة أي حاجة. مش مطمن يا نجيلة. والدكتور كمان مش مبسوط. ربنا يستر. يا حبيبتي يا ماما، كان نفسها تفرح بيك وتشوف ولادك. بس يا نجيلة، إن شاء الله هنطمن عليهم. فؤاد منصور المحامي؟ شيعت أمس جنازة المرحومة السيدة البارة والدة الأستاذ فؤاد منصور المحامي رئيس الشؤون القانونية بالشركة العامة للمقاولات. الأستاذ فؤاد منصور رئيس الشؤون القانونية بالشركة العامة للمقاولات. عزاء خالصا للفقيدة الغالية الرحمة، ولكم طول البقاء. هدى عبد الجواد. بدري قالت لي انك سألت عليها يا استاذ فؤاد. وصلت لحاجة جديدة في الفترة اللي فاتت. حاولت اعرف من الوية المكان اللي بيجتمعوا فيه لكن ما وفقتش. انت مش قلت لي انها بدات تحس بعقده الذنب؟ ايوه بس لسه مرعوب. رقبت كازم اللي اتاخدت فيه الصور؟ رقبت طوال ايام الاسبوع، ما حدش منهم راح هناك. سهل انك انت تعرف من الحسابات عنوان عاطف مقاول الصحي ورشدي مقاول المباني وعبد الرحيم مقاول الاساسات. واذا حد سالني عن السبب؟ يا مراد، ده انت بتاع علاقات عامه يا اخي. نمر التليفونات اتغيرت، فانت بتعمل سجل جديد بجميع تليفونات وعناوين المتعاملين مع الشركه علشان الاتصالات السريعه والمهمه. اهو ده كلام القانون. حاضر. يستحسن انك انت تتصل بيا في البيت، بلاش هنا خالص. اعرف منك حاجه؟ نعم. ليه بنتي النقل بعيد عن مامتك واخواتك؟
لان علاقتي سائل بالشركه لسبب انا ماليش دخل. انا مش هسالك عن التفاصيل، لكن احب اعرف اذا رضيتي طبعا علاقتك باستاذ فؤاد منصور. برغم الظلم اللي لقيته من بعضهم، لكن في ناس نضاف ومحترمين، واولهم الاستاذ فؤاد منصور اللي ظهر لي بالصدفه اثناء محنتي، وانا ما كنتش اعرفه قبل كده عن قرب. هو بيقول في جوابه للمهندس عوض ان اقامتك مش هتطول عن شهور. على اي اساس بنى كلامه ده؟ هو وعدني بانه هيكشف المؤامره اللي دبرت دلتي. وانتي وثقتي في كلامه؟ ما عنديش حل بديل، ومع ذلك اذا ما تمش اللي قال عليه انا نفسي هستقيل. اولا لاني ما اقدرش ابعد كتير عن امي واخواتي، وثانيا لان المصاريف هتستهلك مرتبي كله ويمكن تزيد. متأسفة انا دوشتك. بالعكس انت قصرت المسافة بيني وبينك. انا معجبة بصلابتك في مواجهة سوء الحظ اللي صادفك. خطوة عزيزة يا طنط. الحقيقة احنا مقصرين في حقكم. الا لسه هدى قامت بالواجب وبعت التلغراف. مش كفاية دي، ما تنساش وقفتك جنبها ابدا. هو بيدافع عنها لشعوره بسلامة موقفها. والله يا استاذ فؤاد هدى طول عمرها بيحلفوا بحياتها. مش عارفة ليه عملوا معاها كده. انا عارف مدى الالم اللي بتعانوا معاها، لكن تأكدوا ان كل خيوط المؤامرة هتتكشف وهترجع مرفوعة الراس ان شاء الله. ربنا يسمع منك. وانت يا محمود اخبارك ايه؟ تمام والحمد لله. ثانوية عامة السنة دي؟ ان شاء الله. يلا يا عم بقى شد حيلك والفد من هولة الزجاج. ربنا يسهل. بتفكرني بالانسة ودا، كل حاجة كانت تقول ربنا يسهل. مؤمنة طول عمرها مؤمنة. اهلا يا فؤاد. خطوة عزيزة بقالك شهور ما بتسألش، قلت اسأل انا؟ اعذرني يا فؤاد ظروفي. تقوم تقاطعنا وتبعت لنا مهندس غيرك؟ انت مش كنت هتتجنن عشان تتجوز هدى عبد الجواد؟ عشان كده انا ما بجيش، اصلي خطبت والحمد لله انها اتنقلت. يعني انت عرفت انها اتنقلت؟ ايوه خالي قال لي كده. خالك؟ وايه اللي عرف خالك؟ كان راح يتحرى عنها في الشركه وعرف انهم جازوها ونقلوها هنا. خالك اتحرى عنها في الشركه بس؟ هو سال ناس قبل ما يسال عليها في الشركه وقالوا له ان سمعتها كويسه. مين الناس دول؟ معرفش. ماشي. خالك يعرف واحد ظابط اسمه مختار شكري؟ طبعا يعرف، وانا كمان اعرفه. تسال ليه؟ لا ابدا، بس احب اقول لك بقى انك انت اذيت هدى اكبر اذيه. يا سلام ليك. اسال خالك، ولو اني واثق انك انت ما تجرؤش انك تساله. انت فعلا خطبت؟ ما انت شايف الدبله بنت خالك طبعا. وعرفت منين؟ بالعقل يا استاذ، بس اللي حصل دوت انت مالكش حق فيه. انت خليت رقبتي قد السمسمه. بقول ايه يا هدى يا بنتي؟ انا وصلتني رساله من رئيس مجلس الاداره عايزنا نسافر له بعد 10 ايام، وانا عارف ان في عمليه كبيره هنا في جينا ريست على الشركه، وانا هعرض اسمك علشان تتفرغي للعمليه دي معايا، وهطلب لك مكافاه خاصه، وابقى امر على العيله اطمن لك عليهم. شكرا يا باشمهندس. لا شكرا على واجب يا بنت زميلي وحبيبي. بس بقول لك ايه، بلاش تجيبي سيره لحد، خلينا بعيد عن الجر. بسم الله ما شاء الله. تعرفي يا مدام هدى مفيش على لسانها ليل ونهار غير سيرتك وسيرت اخواتها. هدى طول عمرها حنينه. ربنا يخليها لك ويحرسها من العين. تعيش يا باشمهندس. الله، تسلم ايدك يا ابني. تشكر. طعمها حلو قوي بس وجعت اسناني. ايه ده؟ دوم. جبتها منين؟ زياره لجامع باشمهندس. مش استنى لما يمشي؟ لازم تمد ايدك على حاجه. هو هياخدها تاني، مش اختي اللي بعتتها. دي بنتي عايده مثبته في هدى وبتحبها قوي. ده من حظنا. ولا ساعه ما حكمت رايها وراحت سكنها الجديد؟ عدوك يا ست كوثر ليندا مراتي قعدت اسبوع لا تاكل ولا تشرب. ليه كفالة الشر؟ ما هي كانت ماليه علينا البيت. ربنا يجعله عامر. انا بشكركم جميعا على المجهود الرائع اللي حققتوه في دراسة المشروع، وخاصة الزميل عوض اللي استطاع ان يقنع الجانب الاخر مبدئيا بامكان التنفيذ.
وإن شاء الله هنتوسع في مشاريع مماثلة في المستقبل. مع السلامة. تعالى بقى يا سيدي قول لي ايه هو الموضوع المهم الملح اللي كنت عايز تكلمني فيه قبل الاجتماع؟ ايوه يا سيدي، انا اخترت العنصر الحسابي للتفرغ معايا للتنفيذ والمراجعه، وبطلب من سيادتك تامر له بمكافاه استثنائيه مجدما. يا سلام، بس كده عمرك يا سيدي؟ بس مين هو؟ الانسه هدى عبد الجواد مصباح. بتقول مين؟ ايه في ايه؟ اولا دي مش انسه، دي أرملة. ثانينا احنا نقلناها هنا لان في شكوك حواليها، مش بسبب كفاءتها زي ما مكتوب في القرار، حرصا على سمعة الشركة. سيادتك متأكد من الكلام ده؟ وتفتكر العكس يا باشمهندس عوض؟ استغفر الله. اتفضل اقعد مع خطاب وعزيز وهم يقدموا لك الاثباتات ويشرحوا لك بالتفصيل. لكن الاستاذ عبد النعيم احرجني واضطرني اقوم بعمل بندم عليه لغاية دلوقتي. يعني سيادتك مقتنع ان هدى مظلومة؟ انا ما عنديش علم بوقائع معينة ومعرفش ايه ظروفها عندكم. هما استغلوا زيارة حضرتك وتحرياتك عنها علشان يظهروها على غير حقيقتها. وإيه الفكرة؟ نوع من الشوشرة علشان ما تجاوبتش معاهم. سيادتك شؤون قانونية وتقدر تثبت الحقيقة. ما هو علشان كده أنا جيت لحضرتك النهاردة. أؤمر. العفو. أنا فعلا مقتنع إن حضرتك مالكش أي ذنب في اللي حصل. أنا لو أعرف كده ما كنتش ضعفت قدام الأستاذ عبد النعيم. إنما أولا وأخيرا أنا كنت فاكر الجوازة هتتم. حصل خير. وأي محاولة للإصلاح مش هنتأخر. الحل الوحيد ان حضرتك تساعدنا في ان احنا نكشف الفساد. لازم يكون في اجراء رسمي. تقصد بلاغ او شكوى؟ عشان نقوم بالتحري. طب مفيش طريقه تانية؟ استاذ فؤاد، انا شاعر بنواياك الطيبه وفاهم انك بتدافع عن انسانه مؤمن بقراره نفسك انها اتظلمت، وانا من ناحيتي برضو هتصرف كانسان قبل ما اكون ضابط شرطه. ابعت لي المخبر تودي. انا هعرفك بشخصيه جدعه قوي وهكلفه يساعدك بصفه شخصيه، وربنا يجيب ما فيه الخير. يا حبيبتي يا ماما، متشكره قوي يا باشمهندس تعبتك معايا. على ايه؟ حته جواب سلمته لي والدتي هيتعبني في ايه؟ كلفت نفسك وضيعت وقتك في المشوار. حصل خير. واللي بيسافر اي مكان بيبقى محتاج لكل دقيقه. يا سليمه، اخواتي عجبوك؟ يعجبوا الباشا. هكون انا ايه يعني، يعجبوني ولا ما يعجبونيش؟ مالك يا عم عوض؟ لا ولا حاجه، اصل رجعت بالليل متاخر ما لحقتش تاخد كفايتي في النوم. وطبعا عايده ما سابتكش للصبح، دي كان متهيالها انك مسافر من سنه مش يومين. لو انت قابلتيها في غيابي؟ طبعا، امال كنت حاسبها؟ وراحت وياكي فين؟ انا اللي رحت عندكم. اه دي كانت خايفه لتتاخر في الرجوع قبل الرحله. انا رحله في ولا ايه؟ مش في رحله لقيت في الخميس والجمعه الجايين؟ ربنا يسهل. اول مره هروح ادفو من يوم بابا ما خدني المطعنة عند عمتي من 3 سنين ما ركبتش قطر ولا حتى حلزونه. البركه في هدى يا اختي. اه فكرتيني، عاوزينها ما تشغلش بالها بالاكل، واحنا نعمل حسابنا على اكلها وشربها طول الرحله. رحله ايه دي؟ باه، انت مالك راجع من مصر مبوظ كده؟ الظاهر شغلوه جامد في المركز الرئيسي. طبعا مش باشمهندس جد الدنيا. مفيش رحلات. نعم نعم الله عليكي. انت يا بنت اتهبلت في عجلك من يوم اللي ما تتسمى دي ما ظهرت في دنيتك وانت مش على بعضك. اتلم بقى ولم نفسك. كفى الله الشر يا باشمهندس. وانت كمان هتفضلي نايمه على ودانك لحد امتى؟ باه باه باه. اصحي يا ست هانم، دي بنتك الوحيده. انت ناسي ان عيله عبد الملك متكلمين عليها وناويين يخطبوها؟ انت عايزه تضيعي مستقبلها ومستقبلنا كمان. هو انا عملت حاجه غلط؟ اهو ده اللي ناقص، ده انا كنت اشرب من دمك. اتكلم في البيت ده كلك وهو ده مصباح دي تلغيها من حياتك خالص. هدى مش ممكن. هدى Thank you.
خليك مراقب المطعم، شوف مين هيدخل من الشله وصوره، بس خلي بالك اوعى حد فيهم يلمحك. اطهر الشركه من الاوجاد وارد الهدى كرامتها. انت مش بتقول ان مفيش لغايه دلوقتي اجراء رسمي يثبت خطاها؟ ده صحيح، لكن الدخان يا نبيله، الدخان. قصدك سيرتها اللي على كل لسان؟ وتشوهوا اسمها في كل حته في الشركه. اشمعنى دي بالذات؟ ده اللي انا عايز اكشفه للناس، اللي شوهوا صوره هدى قدامهم في كل حته. وبعدين؟ ياه، يبقى انزاح من على قلبي عبء كبير قوي. ياه، ده انت باين على قلبك تعبان قوي. الله، ايه الحكايه؟ انت رحت لحد فين؟ رحت لحد ما رحت يا اخويا، اختك بقى وفهمك. دخل من شويه دلوقتي ده مش الاستاذ عزيزي اللي ساكن هنا؟ لا، اللي ساكن هنا الاستاذ عاطف النشار واللي معاه. عاطف النشار بتاع قطع الغيار؟ لا، الاستاذ عاطف بتاع ادوات صحيه بس مقاول كبير قوي. ومين اللي معاه دول؟ الاستاذ عزيز فيهم؟ معرفش اسمهم، اصل اصحابه كتير قوي. شكرا، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. أزلنا أنا بقى مهمتي انتهت. لا يا صديقي، دي يا دوبك ابتدت. نعم. إيه؟ وأنا شفت منك صور؟ ده مجرد كلام، مش جايز أقول إنها تكون محروقة. لا ده أنا قطعت دراعي بقى. أقول لك إيه؟ لا دراعك ولا رقبتك. المية ابتدت بالغطاس، دي واحدة. والتانية إيه بقى إن شاء الله؟ التانية إنك أنت تعيد الكرة الأسبوع الجاي إن شاء الله في نفس المواعيد، عشان نتأكد إن هما ما بيغيروش مواعيدهم ولا أماكن لقاءاتهم. ياهو، ده أنت طلعت أنصح من عزيز. أمري لله. أسبوع تاني من العذاب وجايز أسبوعين، مين عارف؟ دلوقتي الرحلة تعتبر جاهزة 100%. كويس، يلزم خدمة تاني؟ يا ريت حضرتك تسمح لهم بالانصراف بدري علشان يحضروا حاجتهم ويستعدوا. هما مين دول؟ الموظفين طبعا. أبلغهم؟ لا بلاش أنت، أنا هتصرف. أفتكر طنط ليندا مش هتنام الليل. اشمعنى؟ الرحلة اللي فاتت قعدت يومين هي وعايدة تحضروا صواني وطواجن لما الناس فرقعت من كتر الأكل. بالهنا والشفا. وهو طبعا عايدة كمان زمانها. عايدة مش طالعة معاك. نعم؟ عايدة مش هتشترك في الرحلة. معقول؟ جدا. ليه بقى؟ كده. حصل إيه يا باشمهندس؟ حصل خير. البنت هتتخطب ومش عايزين حد يلسم. كفاية كده بدل. مش فاهمة. يا ست هدى، أنت حاجة والبنت حاجة. يعني إيه؟ يعني تبعديها عن البجا، خليها تشوف حالها ومحتلها. هو انا واقفه في سكتها ولا معطله عن مستقبلها؟ معرفش. في ايه يا باشمهندس؟ مفيش. قعدت مع مين في مصر؟ هو تحقيق. قعدت مع مين في مصر؟ مع ناس كتير. عشان كده راجع متغير ومش طايق تبص في وشي. يا ستي وانا مالي ومالك؟ قالوا لك ايه؟
اصلهم هناك بيحبوا الكلام، وطبعا استلموك وما خلوش، رجعوك مشحون وصدقتهم عمياني. اسمعي، حافظي على كلامك امال، والزمي حدودك معاي. عندك حق، لازم اسكت لاتنقل لمجاهل افريقيا. وانا اللي اتحملت الغربه والبعد عن امي واخواتي لما لقيتكم ناس مختلفين خالص عنهم في مصر. يلا انشر الدخان في كل حته انت كمان، وخلي وحيبه وراقيه وغيرها يعرفوا حقيقتي، حقيقتي اللي كشفوها لك زملائك المحترمين في المركز الرئيسي. من مجمع عليه الآنسة المهذبة؟ تعال يا محروس اسمع، في مأمورية مهمة كنت هبعتها للشركة علشانها، لكن ظروفها مش هتسمح. جهز نفسك للسفر الدالي. لكن اشمعنى حاطين عندكم العلاقات العامة مع شؤون العاملين؟ العلاقات العامة عايزة موظفين زيادة ومجهود خاص، قلت أقدم خدمة، أقدمها للشركة يعني. اه، وبتشتغل فيها لوحدك؟ كانت هدى بتساعدني واتنقلت. اه، الآنسة هدى اللي عندنا. مدام هدى قصدك؟ مدام هدى هي متجوزة؟ أرملة، وطبعا نفسها تتجوز. بقى كده أرملة، وكانت طلعت إشاعة إنها اتخطبت وما اتخطبتش، اتنقلت. وانتوا نقلتوها ليه؟ لا بقى دي أسرار، ما تحاولش تعرف مني حاجة، عندك روح اسألها. تلفت نظر الناس بحركات، وعيكرر ده يوم ورا يوم لغايه الجيله كلها ما تسال نفسيها محروس بيعطي اشارات لمين في الحته. لابد يكون في فيلا الدكتور. ومين اللي جه فيلا الدكتور؟ الست هدى. وكلمه في القهوه، وحدوته في الشركه، وينتشر الدخان في الجو. والعمل ولا يهمك، هنهف الدخان في وشه لما يعميه، هنقلبها على نفوخ. اجمدي. وتفتكر نتصرف ازاي؟ نبلغ النيابه. النيابه وبليص؟ لا لا لا، ونعمل شنصره على سمعه الشركه؟ احنا كل همنا ان موظفينا ما يبقوش عملاء للمتعاملين. ايه، مش هتتعشى معايا ولا ايه؟ اصل انا كنت عند هدى فوق، اكلتني كيكه هايله كانت لسه عاملاها. بالمناسبه أنا سمعت الليلة من عيان من جيراننا كلام غريب قوي. أنت واثقة من الست دي؟ كلام إيه اللي سمعته؟ بيقولوا إن محروس الأشقر كان بيجي بعربيته ويدور حوالين البيت ويدي إشارات وبعدين يمشي. الكلام ده حصل الليلة دي برضو؟ أيوه، وبيشوفوه بيجي بعد المغرب يركنها قدام الباب الوراني وينزل منها، ويدخل من السلم الوراني وبعد حوالي ساعتين ينزل ويركبها ويمشي. الدرجات. الكلام بدأ يتنطور حواليها، واحنا لازم نخاف على سمعتنا. انا النهارده كنت عندها فوق من 7 لغايه دلوقتي، ولا محروس جه ولا غيره. وامبارح كنت انا وهي عند وهيبه من 7 لـ9، واول امبارح هي كانت عندي هنا من 7 لـ10. انت نفسك جيت لقيتها عندي. امال ايه اللي شافوه الناس دول؟ اللي شافوه صح، لكن الاستنتاج اللي وصلوا له غلط. يعني ايه؟ الواد ده عاوز يوهم الناس انه بيطلع عندها كل ليله في المعده، يقوم يركن العربيه قدام الباب ويدخل يستخبى جوه السلم ويغيب لمده ساعه ولا ساعتين، وبعدين يخرج وياخد عربيته ويمشي. هو ده التفسير الوحيد. للدرجه دي؟ هدى اشتكت لي من مضايقاته، توقعت انه بيفكر في وسيله عشان يشوه سمعتها، تقوم ما تلاقيش غيره وترضخ له. شيء غريب انها تتوجع منه ده وتقول لكم. ما هي اتقرصت من عقارب زيه قبل كده. يبقى لازم نبلغ البوليس، يقبض عليه وهو مستخبي جوه السلم. لا، احنا مش عايزين فضايح، لكن خلينا بس نفكر بعقل مع بعض.
عاوز ايه؟ فيه بهوات عايزينك. جري يا سيد عاطف، ما نشربش معاك فنجان قهوة؟ ما ننضيش معاك عقد مقاولات صحية في مكتبك بدل مكتب الشركة؟ ما شاء الله ما شاء الله. مش كان واجب برضه اللمة دي تبعت لنا دعوة؟ ولا تحتفلوا لوحديكم؟ هي المناسبة ايه يا أستاذ عزيز؟ عيد ميلاد؟ عيد جواز؟ عيد جمع المحاصيل؟ ايه يا ست علوية؟ بتعيطي ليه؟ أنا يا بي مصدومة، أنا ضحية زي هدى بالظبط. وإيه الضحية يبقى فيها نفس تعيط؟ ما تتكلمي يا ست هناء. ولا أنت كمان ضحية المتعاملين الشرفاء؟ ولا الموظفين الأكفاء؟ فين يا عزيز الكاميرا الخفية؟ مش تاخد لنا صورة جماعية كده تذكار؟ ولا يسرية هانم حشتها عنك؟ شلت الأنس دي بقى تحب ترجع اللي خدته؟ وأنا والأمن بتاع الشركة نايمين على ودنا؟ ولا تحب نبلغ النيابة؟ لا النيابة يا سعادة البيت، ده أنا ورايا أمي وإخواتي يا بيه. يعني زي هدى عبد الجواد. لا يا علوية، الفرق اللي بينكم انها ما رضختش. ما تحكي لنا حكاية حرب الفساد يا ست يسرية، ولا اخوكي سامح هو اللي عملها؟ على فكرة هو اسمه سامح ولا رشدي؟ اسمعوا، الموظفين منكم ما يروحوش مكاتبهم لحد ما ابعت لهم، والسادة العملاء يجوني المكتب عشان نعيد الحسابات في غياب هناء. ودلوقتي كملوا الاحتفال. المرة دي مش هتأخر. ليه؟ زوجت منها يا أخي، طلباتها ما بتخلص. ايه؟ بتاخد منك فلوس كمان؟ الفلوس ما تهمش، انت عارف ان عمك عبد متجلي الأشجر ما بيعزش عني اي مبلغ بطلبه. امال بتطلب منك ايه؟ مضايق عليا يا اخي، الحضور بمعاد والانصراف مش عايزانا اتحتح من جنبيها. يعني ايه؟ هقعد للصبح؟ طب اروح كيف وانت عارف ان عمك عبد متجلي الاشجر بيشك بوابة البيت من الساعة 10 مساء؟ مش كان الاتفاق على ساعتين؟ تقول ايه بقى لطمع العشاق؟ للدرجة دي وقعت في غرامك؟ شوف الدنيا يا اخي، بعد ما عرفتني على حقيقتي قدرتني تمام. طب يلا بقى، احسن معادك فات عليه دقيقة وعشرين ثانية. يا ابوي ده زمانها قاعدة على نار، وانت خلي بالك، شوف مين رايح ومين جاي، مش عايزين حد ياخد باله، ده مهما كان مسؤولة مننا. مساء الخير يا روميو. مش انا، مش انا. امال عربية مين دي؟ هو هو محروس محروس.
مين؟ أنا عادلي. أنت اتجننت عشان تنتهي باسمي؟ فين الإشارة اللي احنا متفقين عليها يا بطش؟ أهلا يا محروس. أنت طالع ولا نازل ولا رايح فين؟ أنا كنت نازل. نازل منين؟ من فوق. من عند هدى يعني؟ أصلا بدل يا راجل صدفك هنا ولا تفوت علينا تشرب فنجان قهوة. اتفضل اتفضل. أنا ماليش دعوة، أنا عاوز أروح. المحروس دي أول مرة تشرفنا. قهوة؟ شاي؟ كزوزة؟ لا ملوش لزوم، مفيش تكليف. ده أنا شايفة عربيتك واقفة ورا الفيلا من الساعة 6:30. أمال سيادتك كنت فين؟ أنا لقيته على السلم من وراني، بيقول إنه كان نازل من فوق. مش كده يا عدلي؟ أنا عاوز أروح. مفيش فوق غير هدى. أصل قول قول ما تنكسفش. أصل أنا كنت جاي عشان آخد رأيها. في إيه يا محروس؟ يعني عشان اخصص لها سياره من بتوع الشركه. وانا خدتش رايها في الشركه ليه؟ لا هي قالت لي تعالى في البيت احسن. هي اللي طلبت منك كده؟ امال انا ازاي اجرؤ اجي لها البيت من غير ما اخد اذنها؟ يعني سيادتك كنت عندها من 6 لـ7:30. اهو الكلام خدنا. يعني هدى لسه فوق دلوقتي؟ امال هتروح فين؟ الا اذا كانت خرجت. بس انا شفت عربيتك قدام الباب امبارح في نفس الميعاد. ما احنا كنا بنتفاهم برضك في نفس الموضوع، مش كده يا عدلي؟ انا عاوز اروح. لكن عربيتك بقالها 5 ايام بتيجي في نفس المكان والساعه. بنتفاهم برضك. الست هدى والست وهيبه متغديين عندنا النهارده، ومن ساعتها وهم هنا وانا متغدي معاهم ولا خرجتش. هدى وهيبه تعالوا اسمعوا الاستاذ بيقول ايه. يا راجل امبارح كانت راجعه هدى عندي، واول امبارح كانت هدى عندي، واول كانوا الاثنين عندي. احنا مع بعضينا على طول. انا رايح فين؟ اشرب القهوه يا ابو محروس. تعال شوف ابنك بعد ما سمعت بودانك. عريت الصعايده يا فاشل. تتجنى على حرمه عشان وحدانية؟ خدتوا مني الطبنجة ليه؟ أنا هسلمك للنياب. أنا هطوخ. أنا في عرضك يا ولا دب. طبعا تبكي. هو فيه راجل يعمل زي اللي بتعمله ده؟ إيه؟ ما عندكش ولا تخاف عليهم؟ عسيب أمك وإخواتك لمين بعد ما أموت؟ لزبان زيك؟ فين الطبنجة؟ فين؟ فين الطبنجة؟ خلاص خلاص بقى عند المتجلي بيه خلاص. طبعا انت بتقله زي العاده. يا وليدي اللي ما عندكش شخصيه، انا هخلي ابوك الحاج فرماوي يعلقك من رجليك. يا بليد يا صايع يا عواطلي. انا عاوز اروح. خير يا فندم؟ سيادتك طلبتني تسافر هنا فورا. ليه؟ حصل ايه هناك؟ والله ما انا عارف يا استاذ فؤاد. المهندس عوض كلمني من شويه وطلب اجراء تحقيق عاجل عنده. بخصوص ايه؟ يظهر تلفيق الهدى زي اللي حصلت هنا وانت كشفتها. هدى تاني؟ هما مش عايزين يسيبوا هدى في حالها ليه؟ انا كنت خلاص حمد قرار اعادتها لولا مكالمه المهندس عوض. انا عايزك تكشف لي هناك عن العناصر المنحرفه زي ما عملت هنا. حاضر يا فندم، انا هسافر حالا. الاستاذ فؤاد منصور رئيس الشؤون الجنونيه بالشركه. اهلا وسهلا نصير المظاليم. خلاص وهيبه قالت كل حاجه في كلمتين. الحمد لله على السلامه يا استاذ فؤاد. الله يسلمك. الحقيقه انا بشكر اخونا الاكبر مهندس عوض، وبشكر حضرتك، وبشكر الدكتور عبد العزيز على المعامله الكريمه اللي عملتوها للزميله العزيزه هدى. ما عملناش غير الواجب يا استاذ فؤاد، ولسه هتشكرهم اكتر واكتر الليله. وبعدين معاكي يا وهيب. خلاص اتكتب. ايه؟ فيها اسرار الحكايه ولا ايه؟ ولا اسرار ولا حاجه، ما انت عارف وهيب بتحب تهزر. ولو ان سواعي بتجهزري تجيب. الليلة هنجيب احتفال بمناسبة ترجيب بنتنا هدى ورجوعها لشغلها في المركز الرئيسي، ولو ان فراقها هيعز علينا. الا الحفلات، انا عندي عقدة. لو سمحت سيادتك باسمي وباسم الدكتور عبد العزيز تشرفونا الليلة الساعة 8.
الحفلة عندي. ولا انتوا عايزين عايدة بنتي ترمي روحها من الشباك؟ ما عندناش مانع، بس مش الليلة، لأن دي مناسبة خاصة جدا. إيه رأيك يا أستاذ فؤاد؟ إحنا ما نقدرش نتأخر عليكم. هنكون في انتظاركم. بينا يا أستاذ فؤاد، ورجلي على رجلك لحد ما تسافر بالسلامة. يبقى بكرة أحلى أحلى.